نحن كادر مشفى إدلب المركزي نعمل حاليا بالطاقة القصوى من أجل تقديم الخدمة الصحية لأهلنا المرضى بالإضافة إلى الإصابات الحربية، وذلك بعد توقف عدد من المشافي والمراكز الصحية. اضطررنا إلى العمل خلال 24 ساعة تقريبا، وبالرغم من الظروف الحالية من التعب والإرهاق والصيام، ولكننا مستمرين بتقديم الخدمات الطبية الجيدة. يتوفر لدينا بالمشفى قسم عيادات يشمل عيادات داخلية بكافة أنواعها، بالإضافة إلى العيادات الجراحية وقسم للأورام، إضافة إلى قسم عمليات مجهز بخمس غرف عمليات، قسم عناية مشددة وغرف للاستشفاء وفيما بعد العمليات الجراحية.